بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين في طرق رياض الصالحين للإمام الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين آمين. الحديث الثامن في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل وترك الشهوات وحظوظ النفس. وعن خالد بن عمر العدوي، هو الأصل عمرو لكن في وهم في الأصل. وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام، ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قديم الإسلام، يعني أسلم كان 7 واحد، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. رواه مسلم. دي خطبة الصحابي في التابعين لما كان أمير على البصرة اللي هو سيدنا عتبة ابن غزوان. وقوله آذنت هو بمد الهمزة أي أعلمت، وقول بصرم بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقول وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذا المعجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقول يتصابها هو بتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها، والكضيض الكثير الممتلئ، وقد قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح. نقرأ الشرح. وعن خالد بن عمر بضم العين وفتح الميم والراء كذا، وقفت عليه في نسخ متعددة من الرياض، قلنا من الرياض اللي هي ايه، من نسخ رياض الصالحين اللي عنده، بس انت تفتكر الرياض هي مدينة الرياض عاصمة السعودية، ما انت مخك عجيب شغال في الجغرافيا. يبقى الرياض هنا يعني يعني كان الامام ابن علان عنده عدة نسخ من ايه رياض الصالحين، كان اما بيجي يشرح كان بيراجع ويتابع كل النسخ عشان يضبط الايه اللفظ المكتوب. في نسخ متعددة من الرياض، وهو من تحريف الكتاب او الكتاب، انما هو عمير بالتصغير. وعن خالد ابن عمير العدوي بفتح المهملتين وهي نسبة الى عدي بفتح فكسر، والمنسوب اليه كذلك متعدد في المهاجرين وفي الانصار وفي غيرهم، كما في لب اللباب للأصفهاني، وخالد هذا بصري. قال الحافظ العسقلاني في التقريب مقبول من كبار التابعين،
يقال إنه مخضرم. يعني إيه تابعي مخضرم؟ يعني حضر الجاهلية والإسلام، بس أسلم بعد وفاة النبي فلم يرى النبي، رأى الصحابة. فيبقى تابعي مخضرم يعني يعني كان كافر والنبي عايش، بعد وفاة النبي أسلم فشاف الصحابة فبقى تابعي. واضح؟ ويقال إنه مخضرم. وهم من ذكره في الصحابة، روى عنه مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، انتهى. قلت قضيته أن الترمذي لم يروي عنه في الجامع، لكن في الأطراف للحافظ المزي أن حديث الباب رواه الترمذي في صفة جهنم من جامعه وفي شمائله، وأشار بقولهم وهم إلى آخره الحافظ ابن عبد البر. يبقى وهم من جعله في الصحابة بيقصد مين؟ الحافظ ابن عبد البر. في الاستيعاب في معرفة الصحاب عده من الصحابة، فاعتبروا ان كلام عبد البر فيه وهم. وهم الى اخره الى الحافظ ابن عبد البر فانه ذكره في الاستيعاب. الاستيعاب كتاب زي قصد الغابة كده في معرفة الصحابة لابن سعد، بس ايه اللي ألفه؟ ابن عبد البر المالكي. قال خطبنا عتبة بضم المهملة وسكون الفوقية بعدها موحدة فهاء تأنيث عتبة بن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي بن وهب ابن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس عيلان أبو عبد الله. ما تلاقيش حد غير العرب اللي يعرفوا الأنساب كده. هات لي واحد في أوروبا كده حتى من القدامة أو كتابهم القديمة ما يعرفوش علم الأنساب ده، خاص بالعرب بس. يجيب لك الواحد يقعد يقول لك ابن 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 وتنام وتقوم ولسه بيقول ابن. يعني جاب لك لحد جده العشرين والثلاثين والخمسين. دي شغل العرب بقى، كانوا يهتموا بالأنساب جدا، فاهم؟ لكن البلاد التانية ما يعرفلوش نسب. ليه؟ لأن أمه حملت بيه وهي سكرانة، واللي حملها كان سكران زيها تحت بير سلم، فما تعرفش مين أبو مين، وتعرفش مين ام مين، فهناك ما يعرفوش الانساب. لكن العرب كانوا يهتموا بالنكاح والزواج حتى قبل الاسلام، وينسبوا يعرفوا ده ابن فلان وده ابن فلان، فهمت بقى ازاي؟ لكن دلوقتي اتحداك واحد في اوروبا يقول لي انا ابن مين لتالت اب، ما يعرفش، لانه ولاد زنا اغلبهم، فهمت ازاي؟ واحيانا من غير زواج خالص كمان، واحيانا بالزواج وتبقى متزوجه، ويبقى الواد اللي بطنها ده مش ابن زوجها كمان. لكن شفت احنا بقى بنتأباها على الناس بايه؟ بعراقة هذه الأمة المنسبة، فهمت؟ الناس هم عايزين الوقت يلغوا الأسرة ويخلوا الناس تعيش ليه؟ عشان غيرانين مننا اننا عندنا أنساب وهم ما عندهمش أنساب. طب ما انتوا ليه بتتجوزوا؟ ما تعيشوا كده وخلاص على حل شعركم، وخلي الراجل يتجوز راجل والست تتجوز ست، وما تحبوا تجيبوا عيال وتبنوا عيل من اي حد، مش بيفكروا بنفس الطريقة دي. لكن الإسلام مش كده خالص. عشان كده انت لما تيجي تقرا تقول فلان وابن فلان من الوقت تتعجب. لو واحد اوروبي بقى بيقرا في الكتب دي يقول لك ايه ده، الناس دي جايين منين دول؟ ما يتعجب. ليه؟ لان دي ناس ايه؟ اهتمت واتوا من زواج ولم ياتوا من سفاح. فدي نعمه كبيره. شوف انت الحمد لله ربنا كرمنا احنا ايه؟ اننا اتينا من نكاح من اجداد، عشرات الاجداد، مئات الأجداد، هم محرومين من هذا على فكرة. يعني هم في مفهومنا احنا ولاد حرام، يقول لك ده ابن حرام. يعني جاء من سفاح، يعني جاء من حرام يعني. فأولاد الحرام عايزين يخلونا احنا كمان ولاد حرام زيهم، فإياك. فهنا يا سيدي ابن وهب ابن نسيب ابن زيد ابن مالك ابن الحارث، بنغزهم بنقرا النسب تاني عشان ابن عوف ابن مازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس عيلان ابو عبد الله. الامام الشافعي كان مشهور في ايه؟ انه ينسب لك كل واحد من جهة ابيه ومن جهة امه. كان الامام الشافعي عجيب، كان يقعد في مسجد عمرو بن العاص هنا، واخد بالك، ويقعد بقى ايه يعقد الناس اللي جايين له. يجيب له الصحابي عارفين ابن فلان وابن فلان، تقول له طب وامهاته؟ يسكتوا. يروح جايب لك بقى امه بنت فلان بنت فلان بنت فلان، ومش كده وبس، وامها بنت فلان وبنت فلان كان معقدهم الامام الشافعي، لانه كان ايه؟ نسابه. كان مشهور بايه؟ بالنسب الامام الشافعي.
كان نسابة لغوي كمان، يعني علماء اللغة يتعلموا منه اللغة، علماء النسب يروحوا يتعلموا منه النسب، علماء الفقه يتعلموا منه الفقه، علماء الأصول يتعلموا منه الأصول، علماء الشعر يقعدوا يتعلموا منه الشعر. فكان لي مجلس في مسجد عمرو بن العاص يبتدي من بعد الفجر ينتهي العصر يوميا، يقول لك إيه ساعة يقعد مع علماء الفقه، طلبة الفقه ويمشوا، يجوا بعد طلبة النحو ويمشوا، يجوا طلبة الشعر ويمشوا، ويجوا طلبة التاريخ ويمشوا، هو قاعد يدرس ده كله، بيدي كل الحصص دي للإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. فبهر أهل مصر، أهل مصر كانوا كلهم ملكية قبل ما يجي الإمام الشافعي، أو بعضهم تبع الليث بن سعد، أو بعضهم تبع الأحناف، لكن أول ما جه الإمام الشافعي قعد بس في مصر 4 سنين، بقى معظم المصريين شافعي، بهرهم. فهمت بقى إزاي؟ رضي الله عنه وأرضاه. ويقال أبو غزوان، قال الحاكم قال الواقدي كان عتبة طوالا جميلا قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة وكان من الرماة المذكورين، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث، هذا أشهرها، وليس له في الكتب الستة سواه. وروى له الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لقريش: هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: ابن أختنا عتبة بن غزوان. بس النبي عمل اجتماع مغلق مع إيه؟ مع الأنصار أو مع أهل قريش، بس المهاجرين يعني. فقال: هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: ابن أختنا عتبة بن غزوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: غريب جدا. قال في تلخيص المستدرك إسناده مظلم، قال الشيخ أبو العباس القرطبي: عتبة مازني حليف لبني نوفل قديم الإسلام، هاجر وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا والمشاهد كلها، أمره عمر على جيش فتوجه إلى العراق وفتح الأيلة والبصرة. أنت مكتوب عندك إيه؟ لا هي الأيلة، صلحها يا سيدي. وفتح الأيلة والبصرة بموضع يقال له معدن بني سليم، قال ابن سعد، ويقال إنه مات بالربذة، قاله ابن المدائني كذا في الديباجة للدميري، وكان أميرا على البصرة. البصرة بتثليث الباء، يعني ممكن تقول بصرة بصرة بصرة، تنفع كده بتثليث الموحدة كما حكاه الأزهري وأفصحهن الفتح وهو المشهور، ويقال لها البصيرة بالتصغير والمؤتفكة لأنها اتفكت بأهلها في أول الدهر أي انقلبت. قال صاحب المطالع: قال أبو سعيد السمعاني يقال للبصرة قبة الإسلام وخزانة العرب، بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر 17، وسكنها الناس 18، يعني مدينة جديدة بناها في 1، ولم يعبد الصنم قط على أرضها، وهذا يصح كونها من جملة مقول القول والمحكي بالقول، وكان أميرا على البصرة، اللي الكلمة دي يعني من جملة مقول القول والمحكي بالقول مجموع الجمل، ويحتمل كونها في محل الحال، وكان تبقى واو الحال يعني في محل الحال من فاعل خطبة بإدمار، قد خطبنا عتبة ابن غزوان، وكان يعني وقد كان، تبقى في تقدير قد يعني. فحمد الله أي أثنى عليه بالأوصاف الأزلية الثبوتية، وأثنى عليه يعني بسلب ما لا يليق به سبحانه، يبقى الحمد إثبات الكمال والثناء نفي النقص سبحانه، ويصح كونهما بمعنى واحد، ويبقى حمد وأثنى بمعنى واحد، وتبقى مترادفان من باب عطف عطف تفسيري يعني، مش كده؟ ويصح كونهما بمعنى وعطفهما مع كونهما كذلك لاختلافهما لفظا إيمان، لأنه أطنب في الثناء على مولاه سبحانه كما يدل عليه قوله. ثم قال: والأول اللي هي اختلاف المعنى أولى، لأن التأسيس خير من التأكيد، لأن عطف التفسير تأكيد، لكن لما يبقى مختلفا في المعنى يبقى عطف تأسيس معنى جديد، والتأسيس مقدم على التأكيد. على التأكيد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نقول للوهابية نور هنا هو النبي، والكتاب المبين هو القرآن. يجي لك الوهابي يقول لك: لا، النور هو الكتاب، وده عطف تفسير. نقول له: يا وهابي، التأسيس أولى من من التأكيد وأفصح. فهمت؟ ترد عليه على طول، تديله
لأن الوهابي مش عايز يخلي النبي نور، حاجة غريبة. ليه يعني؟ ده كل اللي شافه النبي قالوا انه نور، وربنا بيقول عليه سراجا منيرا، وسيدنا عبد الله بن عباس يقول لك اذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه. كل ده المعاصرين ليه كلهم قالوا نور، وهم يزعلوا او ما تقول ان النبي نور، حاجة غريبة. النبي كان يتلألأ نور صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا اصله مخلوق من تراب. ازاي هو اللي مخلوق من تراب؟ ده ابونا ادم. مين قال لك ان سيدنا محمد مخلوق من تراب؟ ده اللي مخلوق من تراب ابونا ادم. لكن ايه ثم ايه؟ الابناء كلهم من نطفه، مش كده برضه؟ وهو من ابناء ادم من حيث بشريته، هو من ابناء ادم من حيث روحانيته، هو ابو ادم. يعني ازاي كده تلخبط بقى؟ ايوه يا ابني، لان روح النبي مخلوقه قبل الارواح كلها، لكن جسد النبي من حيث جسد هو ابن ادم، ومن حيث روحه هو ايه؟ ادم وادم، بل هو ادم الاكوان. فهمت بقى؟ فلكن هم عندهم ايه؟ غباوه. طب حتى بالكيمياء، نكلمهم بالكيمستري، كيمياء والبارتكلز والجزئيات. طيب الفحم مظلم وكربون، مكون من الكربون، والماس مضيء ومكون من الكربون ايضا. فهمت ازاي؟ او الاثنين مكونين من حاجه واحده، لكن ده مضيء وده مظلم، والاثنين مكونين من حاجه واحده. في الحس الماس كربون والفحم كربون. فهمت ازاي؟ بس ده مترتب بترتيبه معينه ربانيه مخليه مضيء، والتاني مترتب بطريقه ظلمانيه تخليه ايه؟ معتم. واضح؟ فالكافر مترتب بطريقه ظلمانيه فمظلم، والمؤمن مترتب بطريقه نورانيه فتلاقيه فيه نور. ومن هو اول الناس ايمانا واقواهم ايمانا واعلمهم بالله؟ هو النبي، فهو انورهم حتى بالكيمياء. لكن لا هو بيفهم كيمياء ولا بيفهم ايه؟ فسيولوجي، ولا بيفهم عربي، ولا بيفهم دين، ولا بيحب النبي الحب اللي بيه يخليه يقر دون ان يسال عن دليل. يعني اللي بيحب النبي او تقول له النبي نور ما يسالكش ايه الدليل. النبي النبي كل حاجه تقولها النبي فوقيها كمان. ده لو في حاجه اكتر من نور يبقى النبي هو. فهمت ازاي؟ ليه حب النبي يجعلك تعمل كده؟ لكن هو ملخلخ مع النبي، تيجي تقول له ايه الدليل؟ خليه عايش في الدليل، الذي يسال عن الدليل مع النبي يعيش ذليل. دي حقيقه. لان النبي مهما وصف فالنبي فوق كل وصف. دي حقيقة. فخلينا هنا، احنا ليه بس بنجيب سيرة الناس النهاردة؟ علشان نحذر من ايه؟ من طريقة افكارهم. فاحنا قلنا ان العطف التأسيس اولى من عطف التأكيد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يبقى النور غير الكتاب المبين. النور هو النبي والكتاب المبين القرآن. ليه؟ ما نقولش عطف تأكيد. ليه؟ لان القرآن فصيح وعطف التأسيس اولى من عطف التوكيد. خدت بالك؟ هنا نفس الحكاية. حمد الله وأثنى عليه، يبقى لما نقول إن الحمد له معنى والثناء له معنى مغالف، يبقى ده أولى من إن أنا أقول إن هي إطناب وإن هي تكرار للمعنى بس يبقى اللفظين مختلفين، لأن كده خليت المعنى واحد واللفظين مختلفين فضيقت المعنى. والأولى إنك أنت تفهم مع المعنى الأوسع. فهمت؟ عشان كده بيقول لك هنا إيه؟ بيقول لك والأول أولى، اللي هو إيه؟ عطف التأسيس، التغاير في المعنى، لأن التأسيس خير من التأكيد. هي الجملة دي اللي خلتنا جبنا سيرة الوهابية. والفاء في قوله فخطب كالفاء في نحو توضأ زيد فغسل. أصل تملي، خد بالك إن الفاء دي للترتيب والتعقيب، فتقول توضأ فغسل. طب هو إيه؟ توضأ يعني خلص وضوء، ولا توضأ الأول بعدين غسل؟ فهمت بقى إزاي؟ فهو عايز يقول لك كده. فخطبنا بيقولها قبل ما يقول الخطبة، فالمفروض ان الفاء دي تيجي بعد الكلام. فهمت ازاي؟ فهو هيقولها لك. ليه بقى بتقال كده؟ ليه بتتقال كده في اللغة؟ فإن نحو توضأ زيد فغسل وجهه إلى آخره، للترتيب الذكري لا للترتيب الزمان. فإن غسل الأعضاء المذكورة سابق على الوضوء، ويصح كونهما للترتيب الزماني بأن يراد أراد الخطبة وأراد الوضوء. يبقى أراد الخطبة فقال كذا،
يبقى ايه؟ بفعل مقدر ايه؟ محذوف. زي برضو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، يعني اذا اردتم الصلاة فاغسلوا. لكن لو واحد ما فهمش بالمحذوف يبقى اذا قمتم الى الصلاة قمتم فعل ماضي، فاغسلوا يبقى انا اتوضى بعد ما اصلي، لان الفعل الماضي الصلاة ماضت بقى، يبقى اتوضى. شفت بقى المخ ازاي لو مشي بغير القواعد ممكن يجيب دواهي وعجائب؟ فلازم انك انت الاول ترتب مخك وتتعلم الاصول. الامام الشافعي قال مثلا اذا قمتم اي من النوم، فاستدل على ان النوم ناخد من الوضوء من قوله اذا قمتم، اذا قمتم من النوم واردتم الصلاه فاغسلوا، فاستدل من كلمه قمتم ايه؟ نقد الوضوء بالنوم. شفت الامام الشافعي؟ والتانيين استدل من قوله اذا قمتم برضو النيه، النيه واجبه في الوضوء، يعني اذا قمتم اردتم الوضوء، والاراده معناها النيه المصاحبة لغسل الوجه، يبقى النية محلها وقتها عند غسل الوجه. كل ده من كلمة إذا قمتم. ففي فرق بين نظرة العالم للنص وبين نظرة الجاهل للنص، فهمت بقى؟ فناخد بالنا من الحاجات اللطائف دي. الجهلة بقى ما يعرفوش بالهم، ما ياخدوش بالهم من هذه اللطائف كلها، يوم إيه؟ يعيش طول عمره ماشي في إيه؟ في غيه. تيجي تحاول تقنعه ما يقتنعش. ليه؟ لأنه ما عندوش الأصول اللي بيها يفهم. زي مين؟ اقول لك اسمائهم. طيب ما انت عارفه. فان غسل الاعضاء المذكوره سابق على الوضوء، ويصح كونهما للترتيب الزماني بان يراد اراد الخطبه واراد الوضوء، والاراده سابقه على فعل، والله اعلم. واما بعد، كلمه اما بعد بقى اتى بها اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقد كان ياتي بها في خطبه. وذكر الحافظ في الفتح أن الرهاوي أخرج من 40 طريقا عنه صلى، يعني متواترة يعني. فإن الدنيا قد آذنت بصرم لتحول أحوالها الدال على حدوثها، وكل ما ثبت حدوثه وجب قبوله للعدم. قال الشاعر: وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليله. كل يوم قاعد بيموت منا ناس، بيموت منا ناس كل يوم، فتعرف ان الحكاية الى زوال. وولت حذاء اي منقطعة، ومنه قال للقطاع حذاء اي منقطعة الذئب قصيرته، ويقال حمار احذ اذا منقطعة الذنب. منقطعة الذنب. مظبوط كده، منقطعة الذنب يعني الديل. قصيرته يا إما دي المقطوع يا إما قصير، ويقال حمار أحذ إذا كان قصير الذنب. يمكن تطلع موضة عند الحمير يأثروا إيه ديلهم، يروحوا عند الحلاق يأثروا، يطلع عيال الحمير كده ماشية زي العيال الوقت اللي بتحلق بطريقة معينة كده، وتحلق مش عارف حاجات كده. حكاه أبو عبيدة، وهذا مثل فكأنه قال إن الدنيا قد انقطعت مسرعة ولم يبق منها إلا صبابة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعي الوسطى والمسبحة، كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون عنها، أي إذ هي دار ارتحال وانتقال إلى دار لا زوال لها ولا ارتحال عنها، فانتقلوا أي من الدنيا بخير ما يحضركم، بخير ما بحضرتكم، أي بكسب صالح الأعمال وادخار الحسنات عند المولى سبحانه. جعل الخير المتمكن منه في الحياة كالحاضر المحتاج إليه في المآل، فصاحب الحزم يدخر منه حاجته لينتفع بها عند احتياجه إليه، وهذا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وبين الداعي لاستعداد الزاد وادخاره ليوم المعاد بما ورد من الترهيب والترغيب، فقال على سبيل الاستئناف البياني: فإنه قد ذكر لنا، ببناء ذكر للمجهول وحذف الفاعل للعلم به، أنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا لم يخالط كتب أهل الكتاب وبيذكر أمر من أمور الغيب يبقى لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق النبي. لكن لو كان خالط أهل الكتاب يبقى احتمال إسرائيليات جابها من الكتب السابقة. ومعروف إن إيه؟ إن الصحابي إن غزوان ده لم يطالع كتب أهل الكتاب، وكذلك أبي هريرة، لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان مطالعا لكتب أهل الكتاب،
فلو قال حاجة زي دي ممكن نقول إن جابها من كتب أهل الكتاب، فهمت؟ فيبقى لما يجي صحابي يقول لنا أمر غيبي وهذا الصحابي معلوم أنه لم يطالع كتب أهل الكتاب، تأخذ حكم المرفوع للنبي، لأنه لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق النبي، واضح؟ لأن الصحابي الذي لم يخالط كتب أهل الكتاب لا سبيل له إلى معرفة ذلك إلا من قبله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر علماء الأثر أن من الموقوف لفظا المرفوع حكما قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا بالبناء للمجهول فيهما، وجوز في الديباجة أن ذلك ذكر له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه هو منه صلى الله عليه وسلم، وسكت عن رفعه إما نسيانا أو لأمر اقتضاه مراده الرفع لفظا لما ذكرناه. قال ويحتمل أن يكون سمعه منه صلى الله عليه وسلم وسكت عن رفعه للعلم به، انتهى. علشان هو قال ايه، وقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم. طب انت شفت جهنم؟ والصحابي شاف جهنم؟ ما شافهاش. يبقى طالما أمر غيبي يبقى أكيد الكلام ده سمعه من النبي. أن الحجر قال فيه للجنس والحجر معروف. قال ابن النحوي في لغات المنهاج جمعوه في أدنى العدد أحجار، وفي الكسرة يسموه جمع قلة وجمع كسرة. فجمع القلة اللي هو لو ثلاثة نقول إيه ثلاثة أحجار، وفي الكسرة نقول إيه حجار، والحجارة نادر، وهو كقولنا حمل حمل وحمالة وذكر وذكارة. كذا قال ابن فارس والجواري، ورد عليهم القرطبي بأن في القرآن فهي كالحجار. تقول لي نادر إزاي بقى؟ وإن من الحجار كونوا حجارة ترميهم بحجارة وأمرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة. جاب لهم كم حتة حجارة من القرآن، وبالآخر يقول له إيه نادر. نادر إيه بقى؟ داهم على طول. فكيف يكون نادرا إلا أن يريد أنه نادر في القياس، بس قياس النحوي. آه ماشي، لو كنت تقصد كده أنا موافق، لكن تقصد أنه نادر في الاستعمال أنا مش موافق. فهم؟ عشان تعرف ان احنا التراث بتاعنا هو بنقي نفسه بنفسه بمناقشات العلماء، مش مستعجلين حد هو يجي ينقه لنا زي جدع الواد البحيري ده، ولا مش عارف ايه جايين ايه ينقلنا التراث، ولا عيسى ابو حماله، ولا بتاع واخد الاعلام دي كلها اللي جايه تنقلنا. يا ابني ده متنقي جاهز، انتوا اللي ما قريتوش، انتوا ما قريتوش. انت بتقرا بتلاقي اي واحد يخرم شويه ثلاثه اربعه يطلعوا يعدلوه على طول اول باول كده اول باول. فالتراث بتاعنا منقى اول باول، فمش مستنيين احنا حد يجي ينقيه. لكن نعمل ايه؟ لا قروا تراث ولا حاجه وقاعدين بس يتكلموا. فكيف يكون نادرا الا ان يريد انه نادر في القياس كثير في الاستعمال فيصح، انتهى. وذلك لأن ما كان كذلك وعكسه يقع في الفصيح بخلاف ما خلفهما معا فمردود. يلقى من ابتدائية، يعني من مكان بداية الإلقاء، يعني لأن من تيجي ساعات تبعيضية وساعات تيجي إيه ابتدائية. يلقى من ابتدائية من شفير جهنم، أي حرفها، وشفير كل شيء حرفه، أيضا كالبئر والنهر كذا في المصباح، وفي الديباجة حرفها الأعلى، وحرف كل شيء أعلى وشفيره، ومنه شفير العين. وجهنم قيل اسم أعجمي وقيل عربي، مأخوذ من قولهم بئر جهنم إذا كانت بعيدة القعر. وعلى كل فهي ممنوعة الصرف للعجمة أو التأنيث المعنوي مع العالمية، وهو اسم لنار الآخرة نسأل الله العافية منها ومن كل بلاء. أنا عندي من كل بلاء، هي من كل بلاء صلح. فيهوي بكسر الواو أي ينزل، فيها سبعين منصوب على الظرفية الزمنية أي في قدر سبعين عاما، لا يدرك بالبناء للفاعل أي لا يصل، والإسناد فيه مجازي، لأن هنا أسند إيه للحجر والحجر لا إدراك له. يبقى مجاز. والآخر يقولك ما فيش مجاز في القرآن والسنة. مين اللي بيقول كده؟ بتوع الجاز اللي بيبيعوا الجاز أنكروا المجاز. أيوة. أي لا يصل والإسناد فيه مجازي، والحقيقي لا يوصله والحقيقي لا يوصله إلا الله، مش كده؟ كان حق يقول إلا الله، لكن عندي والحقيقي لا يوصله الله، ها؟ حقها تتحط إلا كده عشان إيه
تتظبط هي النسخ بتاعتنا محرفه كالتوراه. لها قعرا لا فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا بفتح القاف وسكون العين وهو كما في المصباح اسفل الشيء وجمعه قعور انتهى. والله لتملأن بالبناء للمجهول للعلم بالفاعل سبحانه اكد بالقسم وباللام دفعا لما قد يقصر العقل عن ادراك من ما لا يقطع مدى الوصول الى قعر 70 عاما فما بالك بعرضه. اذا كان عمقها كده امال عرضها يبقى ايه؟ ولو عرفنا عرضها مع عمقها طب وطولها يبقى ايه؟ حاجه بقى ايه؟ وبالرغم من كده هتجد ملئها كمان. فهمت؟ فربنا ينجينا. ايوه اذا كان كذلك وتمتلئ عن اخرها فاحذروا من مخالفته سبحانه لئلا توبقكم المخالفه يعني تهلككم وتوقعكم فيها المعصيه. غفر الله لنا ذنوبنا وستر عيوبنا بمنه وكرمه. ولما كان ما ذكره أمرا عظيما جدا قال على وجه التقرير أفعجبتم أي من هذا الأمر الدال على عظم قدرة الله سبحانه وكمال جلاله وقوة انتقامه. وتقدم أن في ذلك قولين أحدهما أن التقدير أسمعتم فعجبتم فالفاء عاطفة على مقدر بعد الألف، والثاني أن ألف الاستفهام من جملة المعطوف وقدمت لصدارتها لتضمنها الاستفهام. يعني لما يجي حرف عطف وأداة استفهام ينوم إيه؟ نقدم أداة الاستفهام الأول وتأخر حرف العطف. ولما حصل عند الحاضرين من مزيد الرهبة وعظيم الخوف مما سمعوا حتى كادوا أن يظنوا عموم العذاب لجميعهم اللي سمعينه، طبعا سمعوا كده قلبهم هيقف من الخوف، فالحقهم بقى قال لهم الجنة ليها أبواب واسعة وربنا برضه هيملاها علشان يلحقهم قبل ما قلبهم يقف في الخوف. فهمت؟ يبقى خوف ورجاء. فالخطيب اللي بيخطب الجمعه ما يديش كل الجمعه في عذاب القبر وما بينش رحمه ربنا ابدا، كده غلطان. يبقى خطيب جمعه غلطان، لازم اما تتكلم على عذاب اتكلم برضه على الرحمه مقابله علشان في قلوب لا تتحمل، في قلوب لا تتحمل، فلازم يبقى ايه؟ خوف ورجاء. علشان كده شوف راعي الحكايه دي اتعلم تعليم نبوي، دول صحابة ربوا على كلام النبي. فأول ما اتكلم على جهنم راح إيه؟ صدر بعدها الجنة على طول علشان يضبط الخوف بالرجاء. فهمت؟ حتى كادوا أن يظنوا عموم العذاب لجميع، أراد رفع ذلك عنهم وإدخالهم في ميدان الرجاء إعلاما بسعة رحمة الله تعالى وكمال فضله، فأكد ذلك بالقسم المقدر الدال عليه اللام في قوله ولقد ذكر لنا. شوف ولقد، كأن الواو دي واو قسم، يعني والله لقد، لأن فيها إيه؟ فيها واو قسم مقدر. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين بكسر الميم تثنية مصراع، ومصراع الباب ما بين عضادتيه وهو ما يسده الغلق، كذا في المفهم للقرطبي. القرطبي اللي كتاب اسمه المفهم على صحيح مسلم، شارح صحيح مسلم في كتاب سماه المفهم. وفي المصباح المصراع من الباب الشطر وهما مصراعان من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما برفع مسيرة خبر أن. وإذا كان هذا سعة الباب وأبوابها 8 وبين كل بابين 500 عام كمان، كما تقدم في حديث يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، فما بالك بسعة باطنها. ويكفيك من ذلك قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، والعادة جرية أن الطول أزيد من العرض، فسبحان المنعم المتفضل. ولا يأتين عليها أي الجنة يوم هو وقت دخولها، وهو أي المصراع أن محله من الباب كظيظ من الزحام. كظيظ يعني مكظوظ، فعيل بمعنى مفعول، كظيظ بمعنى مكظوظ يعني زحيم بمعنى مزحوم، فعيل بمعنى مفعول، زي ذبيح بمعنى مذبوح، زي برضو جريح بمعنى مجروح، زي قتيل بمعنى مقتول. يبقى فعيل تأتي بمعنى مفعول كتير في لغة العرب، زي مصيد بمعنى ايه؟ صيد، فايه معنى ايه؟ مصيد برضو. وذلك يدل على كثرة الداخلين بعموم الرحمة ومزيد الفضل. ففي الحديث إيماء إلى أن المكلف ينبغي له أن يكون عنده حال الصحة خوف
من مولاه سبحانه، ورجاء لفضلي وإحساني بقبول ما يعمله من صالح العمل. والزحام بكسر الزاي مصدر زاحمه أي دافعه. ولقد رأيتني، قال في أشرف الوسائل هي بصرية، ما أصلي رأيتني دي رأى دي قد تكون إيه رؤية بصرية، تقول رأى رؤية، وقد تكون رؤية عقلية تبقى إيه رأى رأيا، وممكن تقول رؤية منامية تقول رأى رؤية، فهمت إزاي؟ فتحتمل ده كله. وعلشان كده قال لك هنا إيه، ولقد رأيتني قال في أشرف الوسائل هي بصرية، يعني إيه؟ وقوله سابع سبعة حال أي واحدا من سبعة. قال لكن قضية قوله يعني في رواية الترمذي فقسمتها بيني وبين سبعة أنه ثامن، لكن قوله أولئك السبعة يدل للأول، وأن المراد بقول سبعة أي بقية سبعة انتهى. ولا يشكل على كونها بصرية اتحاد ضمير فاعلها ومفعولها، وذلك من خصائص أفعال القلوب وعبارة الكافية لابن الحاجب، ومنها أي خصائص أفعال القلوب أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد، مثل علمتني منطلقا، علمتني منطلقا، لأن العلم إيه حالة في القلب، دي من أفعال القلوب، فقال لك إيه علمتني منطلقا، فخلى إيه الفاعل والمفعول. لكن لما يبقى إيه بصرية بقى يقول رأيت نفسي منطلقا، ما يقولش رأيتني منطلقا، خدت بالك؟ قال شرحها والعبارة المحقق الجامي، ولا يجوز ذلك في سائر الأفعال، فلا يقال ضربتني ولا شتمتني، بل يقال ضربت نفسي، وذلك لأن أصل الفاعل أن يكون مؤثرا والمفعول به متأثرا، وأصل المتأثر أن يغير المؤثر، فإن اتحد معنا كره اتحادهما لفظا، فقصر مع اتحادهما معنى تغيرهما لفظا بقدر الامكان. فمن ثم قالوا ضربت نفسي، ما قالش ضربتني او ضربتني، ولم يقولوا ضربتني، فان الفعل والمفعول به ليس بمتغيرين بقدر الامكان لاتفاقهما، من حيث ان كل واحد منهما ضميرا متصلا، بخلاف ضربت نفسي فان النفس باضافتها الى ضمير المتكلم صارت كانها غيره لغلبة مغايرة المضاف إليه، فصار الفاعل والمفعول فيه متغيرين بقدر الإمكان. وأما أفعال القلوب فإن المفعول به ليس المفعول الأول في الحقيقة بل مضمون الجملة، فجاز اتفاقهما لفظا لأنهما ليس في الحقيقة فاعلا ومفعولا انتهى، لكن ألحق بأفعال القلوب في ذلك رأى البصرية. قال الشاعر ولقد أراني للرماح دريئة، عندك دريئة؟ طيب والحلمية بقى رأى رؤيا، الحلمية في الحلم يعني رأى رؤيا، كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، وقوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال من فاعل رأى، ويصح كونه لغوا متعلقا برأى، وقوله يعني زائدة يعني، وقوله ما لنا طعام إلا ورق الشجر، يحتمل أن تكون في محل الحال. فاكرين أنتوا أيام عملوا إيه قطيعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحصار في شعب بني إيه طالب، فاكرين في أول البعثة، فلا يبيعوهم فما كانش عندهم بضاعة يأكلوها، يروحوا السوق ما يردوش يبيعوا لهم، فبقوم يأكلوا ورق الشجر وقعدوا كده إيه يعني 3 سنوات تقريبا. ما لنا طعام إلا ورق الشجر، يحتمل أن تكون في محل الحال من فاعل رأى، وأن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لكيف كنتم منه معه صلى الله عليه وسلم. وقوله حتى قرحت أجداقنا، غاية لمقدر، حتى يعني غاية، أي فأكلنا إلى أن قرحت جوانب أجداقنا، جمع شتق بكسر الشين المعجمة كحمل وأحمال، والشتق اللي هو إيه باطن الخد من داخل الفم، الخد اهو باطنه من داخل الفم يسموه شتق، يبقى الشتق هو باطن الخد من داخل الفم، واضح؟ طبعا انت عارفها لانك مصري، لكن احنا بنقول كده علشان معانا ناس هنا طلبه ايه غير مصريين يعرفوا. ويقال شتق بفتح المعجمه، وجمعه شدوق كفلس وفلوس، فالتقطت بردة، يعني ما كانوش لاقيين حاجة يستروا حتى عورتهم،
فعمل ايه؟ لقى حته برده كده كساء، راح قطعها نصين، ادى نصها لسيدنا سعد بن ابي وقاص يستر نفسه التحتاني، وهو ستر نفسه بالنص الثاني، دليل انه كان في منتهى ايه؟ العوز والفقر. فالتقطت بردة، اي عثرت علي من غير قصد وطلب، وهي شملة مخططة، وقيل كساء اسود مربع، وقال القرطبي البردة الشملة، والعرب تسمي الكساء الذي يلتحف به بردة، والبرد بغير تاء نوع من ثياب اليمن، والبرد بغير تاء نوع من ثياب اليمن. فشققتها بيني وبين سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، فاتزرت بتجديد الفوقية بنصفها، واتزر سعد بنصفها. اتزر يعني استعملها إزارا، والإزار ما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر أعلى البدن. وفي الترمذي فشققتها بيني وبين سعد كما تقدم، ثم مبادرته بشقها عقب التقاتها كما تؤذن به الفاء، إما لعلم برضا صاحبها، وإما بإعراضه عنها لسقوطها وتمزقها، أو لمعرفته بمالكها فإنه يرضى بذلك، أو كان قبل وجوب تعريف اللقطة. فما أصبح، أي صار اليوم منا أحد، اسم أصبح والظرف قبله حال منه وكان صفة له، فقدم عليه فصار حالا. إلا أصبح، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، أشار به إلى اتساع الحال عليهم بعد ضيقه أولا. زاد في آخر الحديث وسيجربون الأمراء بعدنا، أو فستجربون، لا هي سيجربون، بدل النقطة فوق خليها النقطة تحت بس تمشي. وسيجربون الأمراء بعدنا، أي ليسوا مثلنا من جهة العدالة والديانة والإعراض عن الدنيا، وكان الأمر على ذلك. وأشاروا إلى الفرق بأنهم رأوا معه صلى الله عليه وسلم ما كان سببا لرياضتهم وتقللهم من الدنيا، فمضوا على ذلك، وغيرهم ممن بعدهم ليس كذلك، فلا يكون إلا على قضية طبعي المقبول على الخلق القبيح. وإني أعوذ، أي أعتصم بالله، من أن أكون في نفسي عظيما، بأن يوهمني ذلك الشيطان والنفس، وعند الله صغيرة، يعني بعد ما بقيت زعيم كبير كده أفتكر أن أنا بقيت حاجة عظيمة، يعني هو خايف لحسن إيه المنصب يدخل في قلبه فيؤثره أنه إيه يستعظم نفسه على الناس، وعند الله صغيرا لا يقبل علي بالفضل والإحسان، ولا ينصب لعملي وزن إذا نصب الميزان. قال صلى الله عليه وسلم يجاء يوم القيامة بالرجل العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أو كما قال رواه مسلم، أو آخر صحيحي، ورواه الترمذي في جميعه وفي شمائله، إلا أنه لم يسق منه فيها إلا من قول لقد رأيتني سبع سبع إلى آخره، وأشار إلى باقي الحديث. ورواه النسائي في الرقاق المفتوحة، ورواه ابن ماجه في الزهد مختصرا. قوله آذنت هو بمد الهمزة، ايه الرقاق المفتوحة دي؟ ها؟ كلمة المفتوحة دي مش فاهم، عندك المفتوحة؟ مفتوحة. طيب قول آذنت هو بمد الهمزة، أي وبالذال المعجمة، أي أعلمت، عبارة القرطبي أشعرت وأعلمت، وحذف المصنف الأول لإغناء الثاني عنه. وقول بصرم بضم الصاد، أي المهملة وسكون الراء، أي بانقطاعها وفنائها، الأولى بانقطاع وفناء كما عبر به القرطبي وتبعه في الدباجة، لأن المفسر غير مضاف إليه وإن كان الكلام فيها. وقوله وولت حذاء، وهو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة، أي سريعة، هذا تفسير للحذاء لا لمجموع المحكي كما قد توهم عبارته، ولو قال أي أدبرت سريعة أو قال حذاء أي سريعة لسلم من ذلك الإهام، إلا أن يسامح زيادة في الإيضاح، صلح إلا مكتوبة إلا، كما هي عادته من بذل النصيحة جزاه الله خيرا. وفي المصباح الأحذ المقطوع الذنب، وقال الخليل الأحذ الأملس،
الذي ليس مستمسكا لشيء يتعلق به، والأنثى حذاء، والصبابة بضم الصاد المهملة وموحدتين خفيفتين بينهما ألف، وهي البقية اليسيرة، كذا في الأصول بإثبات الواو على أن الخبر الظرف السابق على الجملة وهي معطوفة عليه. ثم قول البقية بغير مقيدة، ثم قول البقية غير مقيدة بشيء هو ما قاله غيره منهم القرطبي والدميري. وبه يعلم أن قول المصباح الصبابة بالضم بقية الماء مراد به التمثيل لا التقييد. قال القرطبي والصبابة بالفتح رقة الشوق ولطيف المحب، يقول لك أحب صبابة مغرم صبابة، ده أغنية مين، محمد رشدي كان بيغنيها كده الله يرحمه بقى، مغرم صبابة. صبابة يعني إيه؟ يعني هيمان، هيمان خالص في الحب. وقوله هيمان يعني إيه؟ يعني نيمان، يعني زي الجردل المدلوق. وقوله يتصابها بفتح التحتية والفوقية هو بتشديد الموحدة من باب التفاعل، فأدغمت الموحدة في مثلها قبل الهاء أي يجمعها. قال القرطبي أي يروم صبها على قلة الماء، أي مثلا مثلا وضعفه. والكظيظ بفتح الكاف وكسر الضاء المعجمة الأولى وسكون التحتية بينهما، الكثير بالمثلثة الممتلئ، يقال كالضاء الشر فهو كظيظ. في النهاية حديث عتبة في باب الجنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ أي ممتلئ، والكظيظ الزحام انتهى، ومثله في مجمع البحار نقلا عنها، وكأنه أشار بذلك إلى أنه مشترك بين الممتلئ والزحام. صلحها، مشتركة بين الممتلئ والزحام. مكتوب عندك ايه؟ مشترك. هي مشترك، اي ذي الزحام، لانه تفسير الوصف والله اعلم. وقوله قرحت، قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء وبالحاء المهملة، اي صار فيها قروح بضمتين جمع قرح وقرح بمعنى جرح وجرح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، مش كده برضو. وفي النهاية قبل قيل بالفتح المصدر اللي هو قرح، وبالضم اسم المصدر قرح، وبضم أوليه أيضا قرح، ولم يذكر المصنف في تحريره سوى فتح القاف وضمها قرح وقرح بس، وقال إنه الجرح والجرح، وقال غيره إنه كالجدري. وفي مفردات الراغب القرح الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج، والقرح أثرها من داخل كالبصرة ونحوها. ونقل ابن عطية في تفسير قرح بفتح القاف وضمها وإسكان الراء، ثم قال قال أبو علي هما لغتان كالضعف والضعف، والفتح أولى لأنه لغة أهل الحجاز. وقال الأخفش هما مصدران بمعنى واحد، ومن قال القرح بالفتح الجراحة بعينها، وبالضم ألمها قبل منه. إذا أتى برواية، إذا جاب رواية تسند هذا يعني، لأن هذا مما يعلم بقياس، أنا بتالي مما لا يعلم، ها؟ أتبقى مما لا يعلم بقياس، ها؟ أنا عندي من غير لا، مما لا يعلم، نحط لا أحسن، ولأن هذا مما لا يعلم بقياس، لأن الاستعمال هو اللي بيحدده، استعمال اللغوي يعني. وقرأ ابن السميفع بفتح القاف والراء، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قراءة شاذة. ما ابن السميفع ده له قراءة بس إيه في الشواذ يعني. قال الزمخشري كالطرد والطرد. قال أبو البقاء وبضمها على الإتباع كاليسر واليسر. انتهى من لغات المنهاج لابن النحو. الحمد لله، الحمد لله، بيطول علينا قوي ابن علان. شوف قعدنا للساعة كم، ربنا يكرمه ابن علان، الحديث اسهل من شرحه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.